هذه الشجرة لم تسلم من العاصفة التي اجتاحت ستاتن آيلاند. فمش بس شجرة فتحي. هذه أكبر بكثير. أيوة. فهذه وين شوف. ما شاء الله وين واصلي وادي. خليها تظل شغالة. Yeah. أيوة. خلينا نصور هذيك العروس. في عروس هناك. شايف يا فتحي؟ شوف شايفين هالمنظر؟ و لحد الان مش شيء، صار له 3 أسابيع. البلديه مكسوره، شو بدها تودي لها تركات وعمال؟ شايفين؟ لما نقول لكم انه اجتنا عاصفه والحمد لله اللي خرجنا منها سالمين غانمين. وهي الشباب بحضروا. ايوه خلينا نقرب شويه على مراسم العرس. هذه لقطات قبل العرس، يعني قبل ساعتين من انتقالنا من هذا المنتزه الى القاعه، قاعه العرس. ف اجوا العرسان والشباين والقرايب والاحباب والاصحاب الى هذا المنتزه لاخذ لقطات ذكرى. وفعلا انه هذا لو انه كمان اسبوعين ثلاث متاخرين في العرس، كله ربيع اخضر اخضر، وساعتها بنكتب محلى ربيعك يا جبال ستاتن ايلاند. طيب لما بيني وبينك يشوف واحدة مزلطة تسودني هذا اللي على النت. ايوه كم هي؟ هاي هاو ار يو. وهذا سلام يتمخطر، بروح على اليوتيوب. روح ام سعيد شايب الله. تمام هاي الشيخ، وهي الشيخ كمان والحاج. طيب تعالوا تعالوا بدي اخذ لهم صور هيك. صورته في الشتوية، صورته في الصيف. جيت هنا انا وبنت دار منير اللبناني. ايوه شايف؟ هذا مطعم كأنه صار. النافوره هاي مصغرها. طيب هيك مشان كلهم انه طيب هاي منيحه من بطال البنت. وهكذا سيداتي سادتي انقل لكم صور المصور حسن مسعود سليمان المسعود من بيت حنينه يقوم بتصوير العريس والعروس في منتزه كلوب ليك. وهؤلاء من بلدنا. ما شاء الله سبحان الله العظيم.
نياكن مبسوطات مطمئنات وفرحات بهذه المناظر الجميلة. وهذه شوف كنا بدها تطعمها هاي. أيوة هاي بتطعم فيهن. طيب